بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الحضور، نرحب بكم هنا على هذا الميدان الرائع، ملعب الإمبراطور، هنا في بطولة AMY الرابعة، هنا في هذه القمة في دور المجموعات، في لقاء الذي يجمع بين كبير فرق أحياء جدة، إن كان بالعمر أو بالأرقام أو بالألقاب. نعم، إنه العربي من يتواجد هنا بالزي البرتقالي المعروف في مواجهة فريق الثغر، الفريق القادم بقوة من أجل إحراز النقاط الثلاث. عديد من الفرق من يتعثر في أدوار المجموعات. هنا لا للافتكار، هنا لا ممكن تصيب، ممكن تمرير. أوه على ضربة، أوه على لقطة، كل يبحث من سيسجل. هنا الآن الخطأ والفرصة لأبناء الثغر، هنا الآن المحاولة، والحكم يشير إلى ماذا؟ خطأ للحارس. حسن خطأ الوصول إلى مرمى فريق الثغر. هنا الآن البحث، يا سلام، ممكن العرضية، التمرير ما فيها شيء. أوفسايد. الله على اللقطة وعلى ضربة من جانب أبناء ولاعبي العربي في الكون. الآن التمرير على طول أبناء الثغر. هنا الآن تقدم بأكثر من لاعب في ملعب المباراة. هنا الآن التمرير والكنترول، يا سلام، والدوران والتصويب إلى ماذا؟ إلى 6 أمتار. إذا نتمنى السلامة للاعب فريق الثغر الواقف خارج الملعب. هنا الآن الكرة تلعب وتصويبة إلى خارج أرضية الملعب. الآن الخطأ عن طريق القرشي تلعب الكرة، لكن إلى 6 أمتار. ضربة مرمى. إذن آخر دقيقة في زمن ومجريات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الحضور، نرحب بالجميع هنا في ملعب الإمبراطور، هذا الملعب الرائع والمميز جدا في بطولة AMY الرابعة، هنا على هذا الميدان في لقاء الذي يجمع بين أبناء ولاعبي العربي وكذلك الثغر بقيادة الحكم المميز جدا ساكو، اللي نتمنى له كل التوفيق. إذا نذكر الحضور بتشكيلة الفريقين. هنا الآن الضربة الرأسية من جانب أبناء ولاعبي العربي، لكن الكرة تقطع، لكن كنترول ولا أجمل، كنترول ولا أروع. هنا الآن 10، هنا الآن الأوفر عمر. أوه على ضربة، أوه على لقطة من جانب فريق العربي في الشوط الثاني على تنفيذ الضربة. الزاوية الشيء، لكن التخليص يا السلام. هنا الآن السرعة. ممكن. جول. 1-0. الثغر حينما وجد الثغرة في دفاعات العربي تقدم وأحرز أولى الأهداف. الله على سرعة وعلى تصويبة وعلى كنترول وعلى سرعة ولا أجمل ولا أروع من جانب اللاعب المميز هناك في صفوف فريق الثغر. إذن النتيجة 1-0. كنت أتحدث بأن الثغر دائما ما يبحث عن الهجمات المعاكسة، والآن فريق العربي على طول بالخطأ. الكرة تلعب خطيرة، لكن تمر سلامات من جانب المهاجم المميز جدا. فرق كبيرة مثل المدي وفرق عديدة يعني يعطي المجال. هنا الآن التمرير والمحاولة المعاز للحارس. على
لقطة أو على ضربة أو على تصويب أو على معاذ 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 شيء ثاني في ملعب المباراة، والكرة تتخلص إلى ضربة زاوية. المستقبل من الآن، هكذا هي الأمور وهي السياسة في الفرق الكبيرة. هنا الآن الخطأ لصالح ابناء العربي، لكن التصويب الى ماذا؟ الى 6 متر. ضربة مرمى مهمة اللي ممكن تعطي ترشح كبير لفريق الثغر من اجل العبور الى الدور الثاني. هنا الان التمرير ايمن. يا سلام يا حسن، من اجل البحث، من اجل التسجيل. هنا الان التمرير على الزهراني، يا سلام على الخبرة اللي حاول ان يسيطر على الكره الماضيه، عمر على الاوفر. هنا الان التفويت ولا اجمل، العرضيه والاحتكاك، وبعد ذلك الحكم يشير الى ماذا؟ الى اورايا واوفسايد. بعد لقطه جدليه، لكن الحكم يشير بمبدا استمراريه الكره. هنا الان الكره تلعب لشهيل بالمهاره بالخبره، يحاول امامه ياسر الصغير امام شهيل، الخبره. يا سلام يا عبد الله، اذا استمرت نهايه اللقاء بانتصار فريق الثغر بنتيجه